الظهور، التفتوا لي، الظهور لن يكون إلا بأن تصعد البشرية إلى مستوى تستطيع أن تتقبل قيادة قائد القائد الإلهي. مو هو ينزل، لأنه هو ما عنده مشكلة لا في علمه عنده مشكلة، ولا في عصمته عنده مشكلة، ولا في مشروعه الإلهي عنده مشكلة، لأن المشروع الإلهي كامل لو مو كامل. نعم، القرآن وسنة النبي المشروع كامل، القيادة ناقصة لو كاملة أعزائي، يحتاج أن يمر بتجربة؟ لا ما يحتاج، لأنه معصوم. بعد لماذا لا يظهر؟ لأنه إلى الآن البشرية مهيئة لقيادته أو غير مهيئة؟ مهيئة أو غير مهيئة؟ غير مهيئة خلاص، مو شيعة غير مهيئين. التفتوا لي، مو البعض يتصور بأنه والله هل قد عنده شيعة؟ هذا هو منو قال لك هو يريد يقود الشيعة؟ صدق صدق ما أدري إيش أعبر عنه، تعبير العراقي خويطات منا. بابا الإمام جاي، هذا وعد الله للشيعة، لو وعد الله للمسلمين، لو وعد الله للمسيحيين، لا، هذا وعد الله للبشرية. البشرية لابد تتهيأ. تقول لي سيدنا أخو، قول لنا بعد منا 10,000 سنة ما يزي بيني وبين الله، أنا ما أدري السنن التاريخية، لعله يحدث في 10 سنوات ما لا يحدث في 1,000 سنة. أنا وأنت نعرف هذا يا عزيز، نعرف هذا السنن، لا ما نعرف. كما أنتم وجدتم في هاي 20-30 سنة في منطقتنا حدثت أمور بينك وبين الله كنت تتوقع في اليوم قبل 20 سنة أن الاتحاد السوفيتي القوة العظمى الكذائية تنهار، يجي مثل كالقشة تنكسر ظهره، كان أحد يصدق مولانا؟ خون كسر ظهره ده. مو صارت 15 دولة، صارت 20 دولة مولانا. إذن لا تقولوا لي بأنه 1,000 سنة و1,000، أبدا. ولذا كذب الوقاتون، هذه كذب الوقاتون إجت منين؟ منا على الأحوال أعزائي. إذن أرجع إلى بحث أعزائي القرآن.